تنمية سيناء وتعميرها كانت على رأس أولويات الدولة المصرية من أكثر من 9 سنوات. حظت شبه الجزيرة باهتمام بالغ، وتم ضخ عشرات المليارات في مختلف المشروعات من محطات كهرباء ومياه ووحدات سكنية وبنى تحتية وتمكين اقتصادي وغيرها من عشرات المشروعات اللي انتهت أو ما زالت في طور التنفيذ. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة، حصلت زيادة كبيرة في الاستثمارات العامة بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان، وهو ما دعم الاستقرار في شبه الجزيرة، بينما سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر في سيناء كأكبر محطة معالجة للمياه أو معالجة للمياه في العالم، وقالت إنها مصدر هام لمياه الري وحل فعال لدعم الزراعة بمنطقة سيناء. على العموم، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد. يا دكتور فرج، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ المشاهدين. بنتكلم تقريبا عن 750 مليار جنيه لعملية التنمية الشاملة التي حدثت في سيناء على مدار السنوات الماضية. هل لكل تنمية مردود اقتصادي؟ بكل تأكيد طبعا، يعني هو الهدف الأساسي من إحداث أو إنفاق أي مبلغ يستهدف التنمية هو زيادة الرقعة العمرانية أو المستعمرة أو العمرانية للدولة، بما يسهم طبعا في عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة دخول الأفراد، وعدد كبير من المؤشرات بيتغير وبيتأثر بشكل إيجابي بسبب الإنفاق اللي ممكن يحصل في إقليم معين أو في منطقة معينة. إلى جانب طبعا أنه الإنفاق على التنمية بشكل عام بيؤثر بشكل كبير، أو هو بيكون الدافع الأساسي لمحاربة الإرهاب ومواجهة التطرف وحماية البلاد. يعني هو بيكون عندنا أكثر من بعد وأكثر من هدف من إجراء التنمية. يمكن احنا بنتكلم على بقعة أو منطقة من أعز المناطق لقلوب المصريين كلهم. المنطقة دي يمكن همشت إلى عقود طويلة بشكل كبير. التنمية اللي حصلت فيها خلال الفترة اللي فاتت حصل فيها طفرة تنموية، زي ما حضرتك تفضلتي، كنا بنتكلم على إنشاء مجمعات عمرانية جديدة متكاملة، بنية تحتية متطورة، وتعزز بشكل كبير إلى إحداث نوع من التنمية المستدامة. دكتور فرج، احنا كانت من اولى الخطوات في عمليه التنميه في سيناء تحديدا تحت القياده السياسيه الرئيس السيسي، كان 4 انفاق اسفل، طبعا قناه السويس اللي بتربط سيناء بوادي النيل، ويمكن هذا كان امر له اكثر من شق، شق منهم اثبات جديه التنمية لأهالي سيناء ولمصر وطبعا للعالم، والنقطة الثانية متعلقة بزيادة وسهولة عملية التنمية والتجارة والحركة من وإلى سيناء. كيف كان ذلك خطوة هامة وحجر أساس هام في عملية التنمية اللي تابعناها بعد كده، إذا كانت من بنى تحتية، موارد مائية، مجمعات عمرانية فيها بقى سكن وزراعة و بكل حال لا يمكن إحداث أي تنمية أو أي زيادة في الناتج المحلي لمنطقة معينة إلا لابد أن يكون في سبل الاتصال. وهنا لو بنتكلم على سبل الاتصال فهو الاتصال الفعلي واتصال الأقاليم ببعضها، عشان كده كان من الضروري أن يكون في ربط مباشر وفعال لشبه الجزيرة ودلتا مصر والمنطقة الغربية لقناة السويس. ويمكن هنا احنا بنتكلم على مش بس عدد الأنفاق اللي تم دخولها الخدمة، ولكن إلى جانب عدد من القناطر اللي موجوده او الكباري العائمه اللي ممكن تكون موجوده او المعديات، ده بيسهم بشكل كبير في تقليل الوقت والجهد على الناس في المرور ذهابا وايابا طبعا. الى جانب سهوله التجاره اللي ممكن تكون موجوده ودخول الخامات اللازمه لانشاء هذه البنيه التحتيه وربط حقيقي للبقعه الجغرافيه، وده بيمكن بعد كده الى زيادة المساهمة في الناتج بسبب حجم الاستثمارات من جهة، و
زيادة كمان الاستثمارات اللي ممكن تدخل المناطق الاقتصادية في هذه المنطقة من جهة أخرى. هل بعض المناطق في سيناء دكتور نقدر نعتبرها مناطق جديدة لم يدخل بيها أي شكل من الاستثمارات بعد أو من الصناعات بعد؟ وهل هي هدف هام يمكن التسويق لها بشكل ممكن يكون ليها شباك منفصل في الحكومة؟ بكل تأكيد احنا بنتكلم على سيناء فيها اكتر من منطقة. المناطق دي في منها ما هو داخل الخدمة وبدأ يستقبل استثمارات خضراء وعدد من القطاعات الجديدة او القطاعات الاستثمارية الجديدة، ويمكن بيجي في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فيها منطقة بالفعل بدأ فيها استقبال واستخدام حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالاشتراك مع الحكومة والقطاع الخاص المصري. فيها قطاعات واعده جدا مستحدثه، يمكن الاولى من نوعها في مصر والشرق الاوسط، اضافه الى انه يعني احنا بنتكلم على الممر الملاحي الوحيد في العالم اللي بيجمع حجم تجاره ضخم الى جانب تنوع التجاره اللي بتمر منه، وده بيدي فرصه اكثر لانه يكون في خدمات لوجستيه للعبارات والسفن اللي بتعدي، وبيدي فرصة أكتر لتنويع التكوين الاقتصادي للجزيرة بشكل كامل. لو كنا بنتكلم على الماضي فهو كان فقط بيقتصر على التعدين واستخراج المعادن وبعض المواد المعدنية، ولكن في الوقت الحالي احنا بنتكلم على تعزيز القيمة المضافة بشكل كامل لكل مورد موجود في سيناء، مش بس في سيناء ولكن النظرة بشكل كامل للأقاليم المختلفة في الجمهورية. حين الدولة استثمرت أيضا بمبالغ ليست بالقليلة، ويمكن من أكبر القطاعات حسب تصريحات الحكومة المصرية من أكبر القطاعات اللي تم الاستثمار فيها في سيناء هو كان قطاع التعليم، وأعتقد أنه ده من أهم البنود للتنمية ورفع مستوى أي منطقة يا دكتور. بكل تأكيد يعني هو في توازن في حالة الإنفاق أو حالة الاستثمار في منطقة معينة، بياخد في اعتباره طبعا الميزة النسبية لكل إقليم أو كل منطقة عشان نقدر نصل بمستهدفات مرتفعة لمعدلات التنمية اللي ممكن تحصل. يعني ما ينفعش إن يكون في منطقة فيها معادن وثروة محجرية ومعدنية لها طبيعة خاصة وأعمل مصانع أو إنشاءات ما تخدمش على هذه الثروة، وبالتالي حجم الإنفاق بشكل كبير بيرتبط بما لدى هذه المنطقة من إمكانات كامنة. دائما السياسات الاقتصادية بتستهدف بشكل كبير تعزيز القيمة المضافة لهذه الموارد بما يسهم في النهاية في عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التشغيل إلى آخره من المتغيرات الاقتصادية. دكتور فرج تفضل بالبقاء معي لو سمحت. دكتور فرج بشكرك على الانتظار والبقاء معنا. الحقيقة أنه من ضمن الاهتمامات الخاصة جدا من قبل الحكومة المصرية في سيناء كانت الاستصلاح الزراعي، وتم ضخ يمكن عندنا محطتي مياه من ضمنهم طبعا بحر البقر الأضخم من نوعها في العالم، وكان في اهتمام بتوصيل موارد مائية عن من خلال ترعة السلام أو غيرها للداخل السيناوي. رأي حضرتك إيه في هذا الأمر والنظر إلى سيناء لأنها ممكن تكون سلة غذاء في المرحلة القادمة؟ خلينا في هذا الصدد نشير إلى أمرين. الأمر الأول هو أن في بالفعل مناطق ساحلية في سيناء، في مناطق مختلفة فيها، في عدد من السدود اللي موجودة في سيناء بهدف استخدام مياه المطر في فترات مختلفة في العام. إلى جانب ده زي ما حضرتك تفضلتي في مساهمة أو زيادة ضخ مياه
بعض المناطق الصالحة للزراعة. وهنا الهدف الأساسي هو العناية بكافة القطاعات اللي ممكن تسهم في الناتج، وده هنا بياخد يعني بيدينا إشارة إلى أنه التنوع اللي موجود سواء كان معدني أو حتى القطاعات الزراعية، الهدف الأساسي أنه الدولة ما تسيبش أي فرصة لزيادة الناتج أو توظف لأي قطاع من القطاعات الاقتصادية إلا لابد أن هي تستخدمه. ده في النهاية بيشير إلى أنه مزيد من السكان هيبقوا موجودين، مزيد من سبل التنمية اللي هتبقى موجودة، مزيد من حجم الدخل اللي ممكن يكون موجود على المستوى القومي للمنطقة دي، مزيد من فرص التنمية اللي ممكن تحصل. دكتور فرج، هل اقتصاديا هناك ما يهتم بأنه لكل مجتمع ثقافته في العمل؟ بكل تأكيد يا فندم، يعني هو هنا بياخد البعد التنموي، انه ما ينفعش نجيب او يحصل تطوير لقطاع معين المجتمع نفسه لا يرغبه. عشان كده بنشوف على سبيل المثال مثلا التعمير، حاله التعمير اللي بتكون موجوده هناك وانشاء المباني بياخد في اعتباره الثقافه البيئيه والمجتمعيه اللي موجوده. لو نشوف الزراعه فهو بيحاول يستهدف، السياسات الاقتصاديه بتستهدف بشكل كبير ان هي توفر المناخ اللي يلائم البيئه والمجتمع اللي موجود. عشان كده لو نبص للزراعه اللي موجوده هناك هنلاقي انها بتتوافق بشكل كبير مع سبل الزراعه والنمط المعيشي للسكان اللي موجودين. الهدف الاساسي انه يحصل تنميه ويحصل زياده للدخول الناس دي ويحصل زياده في الناتج بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله استاذ الاقتصاد.